السلام عليكم معكم البوعامي عبد الحميد بائع صناعه تقليديه ب... بالجمله وبالتقسيط كاين كاين ماده اوليه تجي ورقه ديال ديال النحاس والصناعي ت... تي الفكره اللي بغ... اللي عطاه الكليان ديالو الزبون ديالو حنا تن... كاين نحاس كاين صفر وكاين نحاس احمر وكاين المعدن المعدن ما وقعوش يخدموه الناس لانه غلاف الثمن هذاك الشيء علاش الناس دابا تيديروا دابا نحس نحس صفر ونحس احمر تسوقوا من عند من عند من عند الناس اللي تتبيع لنا النحاس حنا تنتكلفوا تنتكلفوا ب بالصناعه ديالو الاوليه ما اما بالنسبه للنحاس النحاس ماده شريفه تنتمنوا نتمنوا الناس كاملين تعرف بانه هذه القيمه ديال النحاس في الدار ديالو راه راه را عندها قيمه كبيره راه دابا كاينين في المساجد الحمد لله كاينين في وماشي بالضروري بضر تا ياخذ الفكره بانه هي المساجد اللي تدير فيهم النحاس طريات النحاس راه ولاو دابا في لي زوتي لي زوتي سانكيتوال في الرياضات في في جميع جميع الاماكن الحمد لله ولا تيدار فيها حتى لي سناك لي ريستوران كلشي ولا تيدار فيها على النحاس شوف بالنسبه للاجانب هما اللي كانوا تياخذوا الفكره بانه النحاس ماده شريفه ولكن الحمد لله دابا حيت تطورت الحرفه ولينا تن أه ولا كلشي تيعرف بانه ماده شريفه بزاف نتمنى بانه ياخذوا يحيدوا هذيك الفكره ديال النحاس هي دي ديال الاجانب والديكورات ديال الاجانب والصناعه التقليديه بصفه عامه هي دي ديال الاجانب آه حنا بدينا هذه آه الحرفه هذه عن جد الحمد لله آه وطورنا هذه آه الحرفه هذه بغينا تنطلبوا من, من المغاربه ان شاء الله باش ما ياخذوش الفكره ديال الصناعه التقليديه ياخذوها هذا الاجنبي فقط لانه الصناعه التقليديه طورت تطورت ولات في, في, في العالم باسره خاصنا حنا نعاودوا نزيدوا نطوروها بانه نصوبوا فيها شي مسائل اللي تكون تمشي مع حتى المنزل آه كاينين المنزل منزل تقليدي وكاين منزل عصري المنزل العصري, المنزل العصري تنتمنوا حتى المغاربه لانه تيقول الفكره ديالو بانه الصناعه التقليديه تتمشي في الرياضات وفي حنا بغينا نطوروا لانه طورناها درنا فيها موديلات جداد اللي يتقبلوا من يقدر المغاربه كاملين يديروها في الديور ديالهم ماشي ماشي بالضروري تخدم تحطير في الدار ولا في الرياض ولا في, في ولا في لوطيل اللي تقليدي هذا الشيء اللي تنتمناو باش باش الحرفه ما تموتش وحتى الصانع التقليدي تنطوروه ومن هنا المستقبل يقدر يطور يعطينا يعطينا اجتهادات اكثر من هذا الشيء اللي كاين دابا ان شاء الله ولكن الحمد لله بالنسبه بالنسبه للصناعه التقليديه اللي اللي كاينه في... في اللي عندنا حنا راه ما كايناش انا بعدا انا بعدا في جلت جلت ال... العالم باسره ما عمرني ما شفت بحال الصناعه التقليديه المغربيه و تنتمنى تنتمنى من المغاربه يزيدوا يزيدوا ياخذوا الثقه في الصانع التقليدي راه خاصها الفكره راه كل شيء تيتصاوب وكل شيء تيتخدم تي 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 اوبليد ومن هنا بانه حتى الصانع التقليدي ما تخليهش يمشي لشي حرفه اخرى يخرج على 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 حيت تيخرج الدم من يديه هد الحرفه هذه راه را الحمد لله راه الى الى الى, الى 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 عرفتي ما دير منها راه راه تغنيك الزبناء ديالنا دابا هما كاينين كاينين على حساب ولا حتى المغاربه الحمد لله تي ياخذوا الفكره بانه النحاس يزيدوا يزيدوا في ديورهم في شي حاجه شي موديلات عصريه بالنسبه للرساله ديالي الصانع التقليدي الا كان الا كان المعقول 100% راه ما راه غنى الله من هذه الحرفه هذه لانه راه تيصوب الذهب واخا هو نحاس راه راه تيخرج الذهب من يديه